السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج بعد ما اتكلمنا عن الالترا ساوند والدوبلر والدوبلكس والحاجات دي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي قوي ولازم يجيلك في الامتحان، هو عبارة عن الفيتال مونيتورينج اللي بيدخل تحتيه السي تي جي والبايو فيزيكال بروفايل والموديفايد بايو فيزيكال بروفايل والانتربريتيشن بتاعهم. يبقى النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن حاجة اسمها سي تي جي، هنتكلم عن حاجة اسمها بايوفيزيكال بروفايل، هنتكلم عن حاجة اسمها الموديفايد بايوفيزيكال بروفايل، وازاي اعمل انتربريتيشن للحاجات دي. طيب السي تي جي ده عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن كارديو توبوغرافي. كارديو توبوغرافي زي ما احنا شايفين في الرسمة دي كده، الجهاز ده بيتكون من تو ترانسديوسرز، واحد بيعمل مونيتورنج للفيتال هارت ريت، والتاني بيعمل مونيتورنج لليوتراين كونتراكشنز، وبنعمل كورليشن ما بينهم وبين مونيتور الفيتال هارت ريت واليوتراين كونتراكشنز. وزي ما بنقول كل مرة ان عشان اعرف الابنورمال او علشان افهم الحاجة كويس قوي لازم اعرف النورمال بتاعها وادرس المصطلحات بتاعتها كويس، علشان لو في حاجة ابنورمال قابلتني بعد كده اقدر اشاور واقول ده ابنورمال فعلا لان انا شفت النورمال قبل كده. ده اللي هنعمله في السي تي جي. السي تي جي فيه شوية مصطلحات هنقولها مع بعض ان شاء الله تكون سهلة جدا، وانتربريتيشن هيبقى بناء على المصطلحات دي. طيب السي تي جي ده بيبقى مكون من ايه يا شباب؟ بيبقى مكون من نصين، النص اللي فوق بيبقى عبارة عن فيتال هارت ريت، النص اللي تحت بيبقى عبارة عن اليوتراين كونتراكشنز. طب الفيتال هارت ريت فيها كام مصطلح؟ فيها مصطلح اسمه الهارت ريت نفسه اللي هو المفروض يكون ما بين 120 و160. يبقى اول حاجة هنتكلم عنها الهارت ريت مفروض يكون كام، ودي اول حاجة هبص عليها، من 120 الى 160. هل الويفز دي محصورة ما بين 120 و160؟ اه بالظبط. يبقى السي تي جي ده نورمال از ريجارد الهارت ريت. اقل من 120 يبقى برادي كارديا، واكتر من 160 يبقى تاكي كارديا. طب ايه اللي يعمل تاكي كارديا وايه اللي يعمل برادي كارديا؟ اللي يعمل تاكي كارديا انفكشن، اللي يعمل برادي كارديا، اللي يعمل تاكي كارديا كمان ستريس، اللي يعمل تاكي كارديا كمان بايركسيا. طب اللي يعمل برادي كارديا، لا، برادي كارديا is a dangerous sign and it reveals presence of stress. ليه sign كمان of stress؟ ده كده خلصنا من موضوع الهارت ريت. تاني موضوع في السي تي جي ان لازم يبقى فيه في الفيتال هارت ريت يبقى فيه بيت تو بيت فاريابيليتي. زي ما احنا شايفين اللاين مش ماشي ستريت. هل اللاين ماشي بالصورة اللي انا هرسمه بالاحمر دي؟ اللاين اللي بالاحمر ده وحش جدا. امال المفروض يكون ازاي؟ المفروض يكون زي ما في الرسمة كده، في variability طول ما انا ماشي، bit to bit variability. طيب ال bit to bit variability دي بتحصل ليه يا دكتور؟ بتحصل علشان ال heart under control of the sympathetic and the parasympathetic system، وباختلاف العامل المؤثر سواء sympathetic او parasympathetic بيبقى فيه bit to bit variability. loss of this variability is an indication of fetal distress. يبقى loss of this variability is an indication of distress. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الهارت ريت النورمال يبقى من 120 الى 160، واتكلمنا عن البيت تو بيت variability. ايه المصطلح تاني اللي هنتكلم عليه في ال سي تي جي؟ تعالوا نبص على رسمة تانية. حاجة اسمها acceleration. طب ايه acceleration دي يا شباب؟ يعني acceleration في الهارت ريت، احنا شايفين اهو اللاين ماشي زجزاج وبعد كده حصل waving وبعد كده رجع تاني للبيز لاين. الويفنج اللي حصل ده اسمه
acceleration. يعني ايه acceleration؟ يعني elevation في الفيتال هارت ريت باي 15 بيت فور 15 سكندز. 15 في 15 يبقى عليت باي 15 بيت لمدة 15 ثانية. دي اقدر اقول عليها wave of acceleration. طيب ال wave of acceleration هل وجودها طبيعي ولا مش طبيعي؟ وجودها طبيعي in presence of fetal movement. وجودها طبيعي ليه؟ لان الطفل لما بيتحرك بيعمل sympathetic stimulation. والsympathetic stimulation هو اللي بيعمل لي ال wave of acceleration. فالطبيعي ان انت لما تبص على ال CTG تشوف ال waves of acceleration موجودة ولا لأ. طيب امتى بقول ان الفيتس ده reactive و irreactive او ازاي اعمل interpretation على ال accelerations؟ بس ان انا بشوف هل في two accelerations in 20 minutes ولا لأ. لو اقل من كده يبقى السي تي جي از ريجارد الاكسلريشنز يخوفني. نراجع تاني، احنا قلنا ايه لغايه دلوقتي؟ قلنا الهارت ريت بيبقى من 120 الى 160، البيت تو بيت فاريابيلتي لازم تبقى موجوده ومش ابسنت، بعد كده الاكسلريشنز لازم تبقى 2 ان 20 مينيتس ات ليست. طيب نيجي بعد كده لحاجه تالتة اسمها ديسلريشنز. الديسيليريشنز عبارة عن ايه؟ عبارة عن decrease في الفيتال هارت ريت باي 15 بيت بير مينيت لمدة 15 ثانية. يعني برضو decrease 15 في 15 زي الاكسيليريشن بالظبط اللي كان علو في الفيتال هارت ريت بكلمة 15 في 15، يعني 15 بيت لمدة 15 ثانية. طيب ايه اللي عايزك تفهمه في الديسيليريشنز؟ ان في منها انواع as regard relation لليوتراين contraction. في نوع اسمه early deceleration، وفي نوع اسمه late deceleration، وفي نوع اسمه variable deceleration، وكل واحد منهم indication لحاجة. early deceleration يعني زي ما احنا شايفين في الرسمة دي كده ان الديسيليريشن بدأ قبل الانست اوف يوتراين كونتراكشن، وبعد كده حصل ريكفري بعد ما اليوتراين كونتراكشن خلصت. طب ايه حكايه ايرلي ديسيليريشن دي؟ حكايتها ان اليوترس لما بيعمل كونتراكشن او لما عمل الكونتراكشن دي عمل كومبريشن على الفيتال هيد، والكومبريشن على الفيتال هيد ده راح مزود الفيجل تون، ولما زاد الفيجل تون بقى ريبريزنتد على هيئه ديسيليريشن موجود في السي تي جي او في الفيتال هارت ريت مونيتورنج. كمل وش بس. طيب اما الليت ديسيليريشن حكايته ايه؟ الليت ديسيليريشن هنغير الرسمه ونخليها ساد فيس. ليه بقى؟ لان الليت ديسيليريشن از ان انديكيشن اوف فيتال ديستريس. هلاقي الويف دي بس شفتها يمين شويه. نبص على رسمه عليها كده، دي رسمه او انديكيشن ل او رسمه يعني للليت ديسيليريشن. ادي اليوتراين كونتراكشن حصل اهو يا شباب، وبعد كده الديسيليريشن جاي بعديه. هل ده طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي، وده انديكيشن of metabolic acidosis. ادي حتى لما جات اليوترين كونتراكشن التانية برضو الديسيليريشن جاي ليت بعد الكونتراكشن. بعد كده النوع التالت من الديسيليريشنز نوع اسمه variable deceleration. variable deceleration النوع ده هو أسوأ أنواع الديسيليريشن طبعا، لأنه due to umbilical cord compression بيدخل الفيتس في distress. طب ليه سميناها variable decelerations؟ علشان
تعالوا نشوفها في الرسمة الأول وبعد كده نقول هي ليه variable. سموها variable علشان بتبقى variable in the timing as regard the uterine contraction and variable in depth and variable in duration. طب ودي indication of ايه يا دكتور؟ indication of umbilical cord compression. umbilical cord compression ودي علامة خطيرة جدا، لازم انقل الفيميل على طول ل knee chest position علشان الكورد يلاقي له حتة يعرف يبلسيت يعرف يوصل الدم للفيتس منها، وبعد كده نعمل بي في ونشوف هل هو بلسيتنج ولا مش بلسيتنج الامبليكال كورد. لو كان بلسيتنج او انا حاسه هو بلسيتنج اولد الست دي على طول علشان الفيتس ما يموتش، لو هو نون بلسيتنج يبقى غالبا الفيتس مات خلاص. يبقى ال variable presence of variable decelerations indication of umbilical cord compression، ودي حاجة مش كويسة أبدا. نراجع كده، احنا قلنا ايه في ال CTG؟ قلنا ان ال CTG بيتكون من heart rate النورمال value ان هو يبقى من 120 الى 160، اقل من كده يبقى bradycardia ودي dangerous sign، اكتر من كده يبقى tachycardia ودي ممكن تحصل ان بايركسيا والانفكشن. تاني بوينت قلنا عليها في السي تي جي هو البيت تو بيت فاريابيليتي، كويس انها تبقى موجوده ومش كويس انها تتلغي، ولو اتلغت يبقى ده انديكيشن اوف فيتال ديستريس. بعد البيت تو بيت فاريابيليتي اتكلمنا عن حاجه اسمها الاكسلريشن، وقلنا الديفينيشن بتاعها انها 15 في 15 بالزياده، وده بيبقى response to sympathetic stimulation in fetal movement، وان الطبيعي ان انا الاقي two accelerations in 20 minutes monitoring in 20 minutes of monitoring. طيب بعد الاكسلريشن اتكلمنا عن حاجه اسمها الديسلريشن، وقلنا انها برضو 15 في 15 ولكن بالنقص، وقلنا انها تلات انواع، المقبول الوحيد منهم هو الـ early deceleration، وبعد كده في نوعين تانيين اللي هم الـ late deceleration و الـ variable deceleration. الـ late deceleration is an indication of fetal distress والـ variable is an indication of umbilical cord compression. كده نكون خلصنا المصطلحات اللي موجودة في السي تي جي. تعالوا نبص على رسمات وبعد كده نشوف حاجة اسمها الانتربريتيشن اوف السي تي جي ريزلتس. الرسمة الاولانية دي فيها ايه، او الجراف الاولاني ده فيه ايه يا شباب؟ في ان اول حاجة هبص عليها الهارت ريت، ده الويفز موجودة ما بين ال 120 وال 160 يبقى الهارت ريت نورمال. في ايه كمان؟ في ان اللاين ماشي زجزاج وفي variabilities، طول ما انا ماشي يبقى البيت تو بيت variability نورمال. في acceleration موجود والacceleration ده قعد 15 في 15، انا مش عارف الجراف ده monitored على قد كام وقت، لان المفروض يبقى فيه acceleration تاني في 20 دقيقة، ده الحاجة الكويسة. طيب هل في decelerations؟ لا ما فيهوش decelerations. تعالوا نبص على جراف تاني. الجراف ده اول حاجة هنبص عليها ايه؟ الهارت ريت. لقينا فيه ايه؟ لقينا ان اللاين فوق خالص، عالي عن الطبيعي اللي المفروض يكون فيه، فده indication of tachycardia، يبقى انا كده شخصت tachycardia. تعالوا نبص على جراف تاني. الجراف ده هعمل عليه كومنت ازاي؟ الهارت ريت الويفز ماشية ما بين 120 و 160، خلاص بيت تو بيت فاريابيليتي موجودة، اللاين زجزاج مش لاين واحد. هل في accelerations؟ لا مفيش accelerations. طيب الاكسلريشنز المفروض تبقى موجودة، المفروض ان في 20 دقيقة مونيتورنج يبقى في تو على الاقل تو accelerations. طب في حاجة غريبة شوية،
في ديسيليريشن موجود هنا وفي ديسيليريشن موجود هنا. الديسيليريشن ده علاقته ايه باليوتراين كونتراكشن؟ هل هو ايرلي ولا ليت ولا فاريبل؟ تعال ننزل خط كده اهو، ده ايرلي ديسيليريشن، تاني برضو ايرلي ديسيليريشن، تعالوا نشيل الانك ده اهو، ده ايرلي ديسيليريشن، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كومبريشن للفيتال هيد بتزيد الفيجال تون، وبالتالي ده ممكن يبقى اكسبتد. نروح للجراف اللي بعديه. الجراف اللي بعديه ده برضو هارت ريت، انا بقول لك كده وبعيد وازيد علشان تعرف ازاي تقرا سي تي جي. الهارت ريت، البيت تو بيت فاريابيليتي، اكسلريشنز، ديسلريشنز. اه ده هنا كله نورمال ما عدا ان في ديسلريشنز. مالها الديسلريشنز دي؟ والله هنزل خط من البيك بتاعها. لا ده ليت ديسلريشنز يا دكتور، ما دام ليت ديسلريشنز تخاف. ليه؟ لان ليت ديسلريشن از ان انديكيشن اوف فيتال ديستريس ديو تو يوترو بلاسنتال انسفيشنسي او ديكريز يوتيراين بلاد فلو، decrease uterine blood flow أو uteroplacental insufficiency. تعالوا كده نبص على السي تي جي ده كمان، ايه المشاكل اللي موجودة في السي تي جي ده؟ والله الهارت ريت كويس، البيت تو بيت variability ها؟ لا خالص. ليه؟ مفيش الزجزاج لاين. طب وايه كمان؟ decelerations. decelerations مالها؟ ها؟ كده تبقى مالها decelerations دي؟ late decelerations. يبقى سي تي جي ده وحش جدا جدا. نيجي كمان واحد، دي الفاريبل decelerations اهي. هنبص الهارت ريت وزين نورمال، بيت تو بيت variability موجوده، وفي الهارت ريت ده في سن التاكيكارديا بسيطه او على الابر ليميت اوف ذا نورمال. في accelerations، ممكن واحد يقول لي ان ده acceleration، الصغنون ده acceleration. لا acceleration by definition يبقى 15 في 15، 15 بيت عن البيزلاين لمدة 15 ثانية، غير كده ما تعتبروش acceleration. امال ايه هنا اللي ممكن اعتبره؟ ده هنا deceleration. deceleration موجود، deceleration ده الديوريشن بتاعته كبيرة، وكمان مش ريليتد قوي لليوتراين كونتراكشن، وكمان الديسيليريشن الاولاني مختلف في الشكل عن التاني. بصوا كده، الديسيليريشن الاولاني مختلف عن الديسيليريشن التاني، فده يعتبر variable deceleration. يعني راجع كده الدرس وشوف الديسيليريشنز اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها سواء الايرلي او الليت، تلاقي ان ليها باترن ثابته، يعني كل ما الديسيليريشن يحصل يديني شكل ثابت في الفيتال هارت ريت، ولكن مع الفاريبل ديسيليريشن لا، كل مره هيديني شكل ان ريليشن لليوتراين كونتراكشن او حتى ايفن الديسيليريشن سين عن الديسيليريشن اللي قبله صاد او اللي بعده عين. تعالوا كده نشوف سيفير ديجري اوف variable deceleration وانت تفهم الكلام اللي انا بقوله. ده severe degree of variable decelerations. انا كنت ماشي في اللاين بتاعي عادي، وبعد كده لقيت deceleration عجيبة غريبة الشكل. يا ممكن ده يكون early deceleration، ماشي. بعد كده جاء واحد late، هنا late deceleration عن uterine contraction، واحد في وقت اليوتراين كونتراكشن اصلا. ف variable in timing، variable in depth، variable in duration، دي كلها كرايتيريا للفاريبل ديسيليريشن. وزي ما قلنا ان على طول احط الفيميل في النيو تشيست بوزيشن، اعمل بي في، اشوف الامبليكال كورد بالسيتنج، اولدها على طول سي سكشن، لو ما لقيتوش بالسيتنج يبقى الفيتس في مشكله كبيره جدا ومات. يعني نيجي بعد كده للانتربريتيشن، واللي عايزك تعرفه ان السي تي جي هيبقى ليه سكور. السكور زي ما احنا شايفين بيبقى فيه فيتال هارت ريت، بقى فيه
امبليتيود والفريكوانسي، والامبليتيود والفريكوانسي دول يعني الحاجه اللي انا بعبر بيهم عن البيت تو بيت فاريابيليتي، هي الفريكوانسي او الفاريابيليتي دي بتتغير بامبليتيود قد ايه وبتتغير كل قد ايه. وبعد كده الاكسلريشن والديسلريشن زي ما قلنا وشفنا من شويه. طيب كل واحد من دول الهايست سكور بتاعه is 2، وفي ميدل سكور باي 1، واقل حاجه ان هو ياخد 0. طب معنى كده ان الهايست ليفل اوف ذس سكور از 10، ان هو يبقى واخد 2 في الخمس حاجات، ف 2 في 5 ب 10. فالنورمال ريزلت او الانتربريتيشن بتاعي ان انا الاقيه نورمالي من 8 الى 10. طيب لقيته 6 او 7 اكرره 6 او 7 اعمل termination of pregnancy if the fetus is mature. طب لو كان immature ادي شوية steroids علشان اضمن ان اللونج تبقى mature شوية واكرره، واول ما يبقى كويس اعمل termination of pregnancy على طول. طيب من 0 ل 5 طبعا termination of pregnancy. يبقى هو ده الانتربريتيشن بتاع السي تي جي والسكورنج سيستم بتاع الكارديو توبوجرافي. بعد كده في حاجة تانية للفيتال مونيتورنج او another way of fetal monitoring اسمها biophysical profile. البيوفيزيكال بروفايل ده الحاجات اللي بيعمل انتربريتيشن عليها هي السي تي جي، واخد من السي تي جي الاكسلريشنز والفيتال بريزنج والترانك موفمنت اوف ذا فيتس والتون واخيرا الامنيوتيك فلويد فوليوم. والسكورينج سيستم بتاعه يا اما 0 يا اما 2، يبقى معنى كده ان الهايست سكور از 10 برضو. طيب هل في السكور ده ممكن يبقى فيه 5 او 8 او 9 سوري او 7؟ مستحيل، ارقام فرديه لا. ليه؟ لان السكورينج سيستم ده يا اما 0 يا اما 2، يعني الاكسلريشنز لو اقل من 2 ان 20 مينتس يبقى ياخد 0، لو اكتر من 2 ان 20 مينتس ياخد 2. فيتال بريزنج لو كونتينوس فور 30 سكندز ياخد 2، اقل من كده ياخد 0. ترانك موفمنت 3 حركات في 30 دقيقه ياخد 2، اقل من كده ياخد 0، وهكذا. السكورنج يا اما ما بين الزيرو يا اما ما بين الاثنين. بعد كده في بقى سيستمز كتيره حصلت لي او موديفيكيشن حصل للبايوفيزيكال بروفايل. الموديفايد بايوفيزيكال بروفايل شال السي تي جي من السكور بتاعه، شال السي تي جي من السكور بتاعه. وبكده يا شباب يبقى فاضل لنا حاجة أخيرة في الانترا بارتم assessment of fetal well-being، ألا وهي السكالب بي اتش. احنا عارفين ان acidosis is an indication of stress. ليه؟ لان حاجة عاملة هايبوكسيا عند الفيتس او during obstructed liver ولا حاجة حصل هايبوكسيا، هيحصل شيفت ليه الباسواي اوف ميتابوليزم للانيروبيك، الانيروبيك باسواي اللي الاند ريزلت بتاعته اسيدوزز. وبالتالي هنشوف بقى السكالب بي اتش از ان اندايركت مونيتور لي بريسنس اوف الستريس. الطبيعي ان انا الاقيها اكتر من 7.25. طيب لو لقيتها ما بين 7.2 to 7.25 يبقى ده borderline less than sorry ما بين 7.2 إلى 7.25 يبقى ده borderline أقل من 7.2، يبقى ده كده لازم interfere لأن ده
اسيدوزس. ايه يا دكتور انت بتضحك علينا؟ يعني هي فرقت يعني 7.2 من 7.25، من اقل من 7.2 بس. اه هنا هنتهز الفرصة دي اقول لكم معلومة مهمة جدا جدا عن البي اتش، اوعى تستهون باي نقص ولو بوينت حاجة في البي اتش. ليه؟ لان احنا لو عرفنا ان البي اتش ده عبارة عن اللوجاريتم او اللوجاريتم الممثل عن البريسنس اوف اتش اينز في الدم، واللوجاريتم ده من الرياضة لما خدنا عبارة عن تمثيل رقم كبير قوي بالملايين انتو نمبر صغير جدا، تفهم ان اي تشينج بسيط في الرقم بتاع البي اتش يعني تغير كبير جدا في النمبر اوف اتش اينز في الدم. الكلام ده مهم جدا جدا لدلوقتي والبعدين، اوعى تستهون باي تشينج في البي اتش. واللي يقولك كده اكتر ان البي اتش النورمال بتاعت جسمنا احنا دلوقتي 7.35، 7.35 ل 7.45، اي تشينج بسيط عن كده لقينا 27 27، ده indication of acidosis، لان الرقم الصغير ده يقابله ملايين من ال H ions في الدم. ولكن عشان البرزنتيشن بتاع ال pH عبارة عن log of حاجة، فاللوج ده بيصغر الرقم الكبير قوي حاجة في الرياضة كده، ما تشغلوش دماغكم بيها. بكده نكون خلصنا يا شباب الفيتال ويل بينج اسسمنت، وزي ما قلنا ان هو يا اما انتي بارتم قبل ما يتولد، يا اما اثناء ما بيتولد زي بي المونيتورنج بي البارتوجرام زي ما اتكلمنا قبل كده، او المونيتورنج بي الامنيوتيك فلويد، يا اما انترا بارتم باي ذا فيتال سكالب بي اتش كمان، يا اما بوست بارتم كمان بالابجر سكور. وفي حتة ما تنسوش تكتبوها في اي كيس، ان لو في فيتال ديستريسد او نازل ديستريسد يبقى تزود كلمة كده هتاخد عليها درجات فور شور، يعني مونيتور ذا فيتس باي ابجر سكور افتر ديليفري. الكلمة دي مهمة جدا جدا في اي كيس في الاوبستتريك، يعني ده اذا الفيتس ما ماتش منك في الكيس. لو اتولد يبقى مونيتور ذا فيتس باي ابجر سكور، monitor the process of delivery by the intrapartum by the intrapartum skull pH by a bartogram مهم جدا، monitor by CTG، وزي ما قلنا الانتي بارتم الالترا ساوند والدوبلر والدوبلكس والهيستوري والاكزامينيشن بتاعي. اظن كده درس الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج بقى سهل وبسيط، لازم لازم يجي لك منه سؤال في الامتحان. ربنا يوفقك يا رب، ولو في أي مشكلة كلموني.